كما هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تعرفوا معنا على تفاصيل. يقام يوم احتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام، وغرضه رفع مستوى الوعي لدى الشعوب بقضية العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له النساء والفتيات في بيوتهم وخارجها، ويعود الفضل في نشأة حملة التوعية للعنف ضد المرأة إلى أول معهد للقيادة العالمية للنساء. ولم يتم اختيار تاريخ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هباء، حيث يعود هذا التاريخ إلى حادث اغتيال الأخوات ميرابال عام 1960 بسبب هويتهن كنساء وكونهن ناشطات يدافعن عن حقوقهن. ومنذ عام 1981 قام البعض بإحياء ذكراهن في هذا الوقت من كل عام. وأعلنت هيئة الأمم المتحدة قراراً في عام 1993 يعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اتخذت الجمعية العامة قراراً رسمياً في 7 من شهر شباط من عام 2000 بإعلان يوم 25 من شهر تشرين الثاني يوماً عالمياً، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية للانضمام وتنظيم أنشطة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب. وهناك أهمية لوجود يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. هناك العديد من الأمور التي تدعو إلى وجود يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ومن فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، منها إلقاء الضوء على العمل للقضاء على العنف ضد المرأة، وإقامة ندوات وتنظيم حملات توعية.